صحه هذا الحديث؟ 6 لعنهم الله: الزائد في كتاب الله، والمعجب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت فيعز من أذل ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك بسنته. أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن بعض مضامينه صحيحة. كل ما مثلا من استعان بشيء من كتاب الله، أو من هذا قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من أساء في حرم الله، كل هذه الأمور جاءت النصوص بتحريمها والنهي عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.